السلام عليكم، اهلا بكم معنا على قناه كار ديغنوستيك سيرفيس. في هذا الفيديو غنشوفوا كيفاش غادي نطفيو البوله تاع الزيت ديال الجيب جراند شيروكي. كنجيو هنايا اللي تشهد ديال الفولون، كنطلعوا الفوق بهذا الفليش الفوقاني، كنجيو لهذا اللي مصوره فيه الطوموبيل. ها هو كليك دروات، عاود كليك اخر، هادي لا تمبيراتور ديال الزيت ديال لابواط اوتوماتيك، هادي ديال لا تمبيراتور ديال الموتور ديال الزيت، هادي هو البورسونتاج ديال الفيدونج. يعني هنايا يا اما دير الزيت باوكي تبقى مورك عليها، يا اما كدير كتشعل كونتاك الطوموبيل كتكون ساكته غير كونتاك يكون شاعل، كدير ثلاثه ديال لاكسيلاراسيون افو كتبرك وتطلق بلاتي بحال هكا. واحد جوج ثلاثة، وتجي هنا ثاني واحد جوج ثلاثة وتسنى، وإلا ما درتش تعاودها ثاني لا دوزيام فوا وغادي دوز إن شاء الله وغتطلع لك 100%. لكن اسمح لي دابا غادي دير هاد القضية، الطوموبيل ساكتة ولا الطوموبيل أمر؟ لا ساكتة، ساكتة محيد كونتاك محيد كل شيء. لا شاعل كونتاك. واخا نديرو هاد العملية، دير لنا كونتاك غادي نعاودوها. وني خصك حتى تجي هنايا ندخل تجي مثلا لهذه اللي فيها الفيكيل، ورينا بصبعك يمكن الفيكيل ها مازال ما شعلش كونتاك. هذه ريزيت مانيال، ريزيت مانيال. هنا راه كيكتبوا لك ابي اوكي بور ريزيت دو ريدويل، شا يا اما تبقى مورك على اوكي ديجا داز كتبقى مورك حتى كتطلع، الى عكست لك من هنايا كدير البروسيجور الاخرى، كتابوي برجلك ثلاث مرات لاكسيلاراسيون ثلاث المرات وثلاث المرات في الفران. لا داكور، كنشكرك يا استاذ. مرحبا، تحياتي، نتمنى نكونوا استفدتوا من هذا الفيديو هذا. وما تنساوش جيم سبسكرايب سبسكرايب ابوني.